دابا ان شاء الله يلا ساليت موحد السلسله ديال المفتش حمادي، وعندي غدوس رمضان، عندي كذلك فيلم تلفزيوني ساليتو سميتو الشبيه، وان شاء الله في الايام المقبله غادي ندخل في واحد العمل مع المخرج ادريس الروخ، واحد السلسله ان شاء الله نتمنى. انا شوف داز ولا ما دازش، المهم الاعمال واجده. انا بالنسبه ليا في اي وقت العمل يكون صالح ويكون جميل ويكون عنده هدف يدوس اي وقت غادي يكون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.